المصارع فتح نورين الذي عقب بعشر سنوات من ممارسة أي نشاط رياضي، الذي يدعو لجنة الأولمبية للتحرك من أجل رفع العقوبة التي طبعا سلطت عليه بعشر سنوات، سلطت ضده بعد ما رفض المصارعة ضد مصارع من الكيان الصهيوني. سأتحدث معه في عديد من النقاط، لكن قبلها دعوني أرحب به. مرحبا بك فتحي نورين عبر شاشة الشروق الإخبارية. أهلا أهلا بك وبكل المشاهدين في قناة الشروق. أهلا بك. طيب، بعدما تحولت الهيئات الرياضية والعالمية وعلى رأسها الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمنظمات سياسية، ذكرتنا بالحادثة التي وقعت معك في أولمبياد طوكيو 2022 بعدما تم توقيف ومعاقبتك بعشر سنوات، عدم طبعا تجيلك لأي أمر له علاقة بالرياضة أو أي نشاط رياضي. طيب الآن، هل لك أن تعلق على كل ما يحدث من الخلط بين السياسة والرياضة واستعمال الرياضة لتصفية الحسابات من طرف هيئات رسمية، وربما لك رسالة تقدمها للجنة الأولمبية الجزائرية؟ تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. من خلال هذه الأحداث، أحمد الله أن الزمان والتاريخ انصفنا بهذه الأسباب، حيث نشوف تناقض ونفاق المنظمات العالمية والاتحادات الدولية لكرة القدم، وخاصة اتحاد الجيدو. حتى هو علق رئاسة بوتين الشرفية، كان رئيس شرفي للجيدو، فعلق رئاسته دعما لأوكرانيا، وهذا أكبر دليل على خلط السياسة في الرياضة. وأنا عوقبت من خلال إساقة تهمة بأني أدخل السياسة في الرياضة، فهنا نشوف بلي هناك تناقض ونفاق من الاتحادات الدولية، خاصة لما يتعلق الأمر كما قلت بالمسلم أو العربي، فكل الناس تقوم ضده، حتى الناس من أبناء جلدتنا الذين يقولون ما فائدة هذه المقاطعة وعلى شقاطع وهذه الرياضة، ربما يوجه هذه الأسئلة لهذه الأوروبيين الذين أصبحوا يقاطعون بالرياضة الروس، باش نشوفوا باللي الصدى الذي بغته الرياضة وما تعني الرياضة. فهذا جواب لهم اللي كانوا ينتقدوا فينا. أما فيما يخص رسالتي، فأنا هذه فرصة لنا كجزائريين وكلجنة أولمبية، وأيضا وجه أول رسالة لوزير الشباب والرياضة، لأن ربما نشبه إنسان ثقة وإنسان يقدر يفهم وعنده غيرة على القضية وعلى الجزائريين. إن شاء الله يرفع القضية تاعنا حتى يرجع حقنا، لأن لم تبقى لهم حجة، حتى هم أخلطوا كل الرياضة في السياسة، بل بالعكس الدفاع الأول اللي دافعوا على الأوكران كانت بالرياضة، ما قاو حتى دفاع غير هذه. وهذا مثال لما قمنا احنا به، وحنا أيضا وكان سري، احنا أيضا مقاطعة لم تكن معلنة ولم تكن تحديد الضجة، هم الذين أحدثوا الضجة علينا. طيب، نتمنى أن تلقى أذانا صاغية فيما يخص طبعا كل ما سبق وصرحت به نورين. نتحدث كذلك سيف نورين عن مطالب كنت قد رفعتها سالفا، لكن الآن الأمر تغير وكل المعطيات تغيرت. نتمنى أن تلقى أذانا صاغية. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر تقنية سكايب ضمن برنامج ترندينغ شروق الأخبارية. بارك الله فيك، مع السلامة. مع السلامة. انتهى توقيت ترندينغ الشروق الإخبارية، ألقاكم بمواقع التواصل الاجتماعي التابعة للشروق نيوز. يمكنكم اقتراح مواضيع سنعرضها لكم عبر شاشة الشروق ترندينغ. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة مشاهدينا، والسلام عليكم.